البنات اللي عندهم مشاكل في الشعر، اللي عندهم مشاكل في فروة الرأس، اللي عندهم الشعر كيطيح او متقصف يعني والزغبه ضعيفه، المشاكل ديال الشعر اون جينيرال راه لقيت لكم ليها الحل، وعندنا ليها الحل باذن الله. غادي تشوفوا ان شاء الله المكونات معايا في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تطبقوهم وكنتمنى انكم تبارطاجيو الوصفه لانها وصفه تستحق التجربه، لانها من التراث المغربي ديالنا اللي هو تستحق اننا نحافظوا عليه. غادي تهناي من تساقط الشعر، من الحكه ديال فروه الراس، غادي تولي شعرك كيطوال، الزغبه ما غاديش تبقى ضعيفه وكتكسر، غادي تولي قويه ان شاء الله باذن الله. غير تبعي معايا الفيديو حتى التالي. الزيت اللي كنهضر لكم عليها راه هي هذه، غادي ندير معكم ان شاء الله المراحل، بقاو معايا ما تمشيو فيه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف على لي ميساج ديالكم، شكرا بزاف، قريتهم كاملين ووصلوني للقلب مباشره، شكرا لكم مره اخرى، تحيه حب وتقدير واحترام لكم كاملين اينما كنتم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي غادي ترحموني عليها وغادي تشكروني عليها وغادي ترحموا لي عليها الوالدين، انا متاكده، ديال الناس اللي عندهم مشاكل ديال الشعر. هذه صالحة لكاع المشاكل ديال الشعر، هاد الوصفة اللي غنعطيكم اليوم لأول مرة على اليوتيوب، وحتى أنا أول مرة غادي نزلها عندي في القناة، يعني من هذه فترة كنبغي نزلها، كيجيك شي فيديو آخر كنأخرها حتى وصلت لدابا. المهم البنات، الوصفة ديال اليوم كتصلح للناس اللي كيطيح لهم الشعر، الناس اللي عندهم الفراغات، الناس اللي عندهم الزغبة ضعيفة أو رقيقة، الناس اللي عندهم التقصف، ديما شعرهم مقرد، ديما كتلقاي الزغبة تقصر في المشطه، دائما انت عندك الرام ديال الشعر كتلقاه في المشطه. مهم، اغلبيه مشاكل الشعر، اغلبيه، وماشي غير الشعر، كتعالج حتى الفروه ديال الراس. الناس اللي عندهم الجلده ديال الراس ديالهم كضرهم، ودائما عندهم فيها القشره، دوك الجلود، هذا الشيء. هذه الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم راهي الا ما وصلتش 1000 لايك في واحد الساعات قليله راه مشكله، راه خصنا نعتزل اليوتيوب وحق الله، لانها كتستحق النشر وكتستحق تجربه يعني وديروها بعينكم مغمضين. ملي غادي تشوفوا الطريقه وغادي تشوفوا المكونات غادي تفهموني انا شنو كنقول. المهم البنات، بلا ما نطول عليكم، المكونات راهم بساط، ما تسمعوش هاد المزايا فيها كامله وغادي تقولوا راه فيها بزاف ديال المكونات وبزاف ديال الفلوس، لا، فقط مكونات طبيعيه ورخيصه هي اللي غادي نعطيكم في هذه الوصفه. قبل لا نبدا نعطيكم ان شاء الله المكونات، كنتمنى من كل قلبي اللي اول مره كيشوفني واول مره كيدخل قناتي المتواضعه، ما تنساش انك تضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. بالنسبه للمتتبعات المشتركات والغاليات والوفيات كاملين فين ما كنتو، ما تنساوش ليا اللايكات وبارطاجيو الفيديو على اوسع نطاق باش انا نتشجع نحط. الا بقات هكا راه مشكله، زعما راه ما غنبقاش نحط، فهمتوا؟ راه هادوك اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم هي اللي كتجعلني نزيد مازال نعطي، لان مازال كثير في هادشي ديال الوصفات، راه الحمد لله من جدودنا وهاد الوصفات ماجيه حتى لدابا. المهم، المكونات اللي غادي نحتاجو اليوم، غادي نحتاجو البنات الخزامه، انا نزل لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان، يعني المهم البنات انا طيحت لكم الكاميرا باش تشوفوا، ها نتوما شوفوا، غادي نحتاجو الخزامه، ها هي اللي ما عرفهاش راه هي هذه، نحيد لكم هادشي باش يبان لكم مزيان. غادي نحتاجو الزعتر، غادي نحتاجو الزنجبيل خضر، غادي نحتاجو زيت الزيتون، غادي نحتاجو الثومه، راس ديال الثومه بحال هكا صايم صافي، والثومه الحمراء ما ديروش ليا الثومه الاخرى صافي. انا نجي من هنا باش نقرب، ما ديروش ليا هاد الزنجبيل هذا، انا تعمدت انني نوريه لكم الزنجبيل باش كنطيبوه البنات، لا انا كنهضر على هذا، فهمتوا؟ هذا الخضر انا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي تستعملوه. غادي نحتاجوا البنات عاوتاني اليازير، ها هو، وغادي نحتاجوا ورق السيدر، صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. ها نتوما سكرينيهم اللي بغات سكريني باش تعقل اشنو قلت صافي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كتبي المكونات في صندوق الوصف، كتزيدوني مشقه واحده اخرى، فهمتوني؟ لانني كنصور بوحدي، كنمونطي بوحدي، كنكتب العنوان بوحدي، كنصاوب الصوره كلشي كنديرو انا في القناه بوحدي، دونك الا زدت عليا بالكتابه ديال المكونات راه مشقه. هادشي علاش قلت لكم ها هما المكونات، سكريني باش تعقلي على هادشي، اولا حط حداك ورقه وقلم وكتبي. عندنا الزعتر، عندنا اليازير، عندنا الثومه الحمراء راس كبير، عندنا الخزامه، عندنا ورق السدر،
عندنا الزنجبيل وزيت الزيتون. الطريقه كيفاش البنات؟ الطريقه راه سهله وزوينه وغادي تعطيكم النتائج من المره الاولى، غير تبعوني وسمعوني مزيان. اش غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو كاسروله بحال هكا، غادي نديرو فيها الماء، يعني حمام ماري او بان ماري، المهم او حمام مريم كل واحد كيقول ليه. وغادي نديرو زيت الزيتون هنا، وغادي نخبو فيها كاع هاد المكونات. واحد الحاجه ما شرتش ليها كنعتذر، وهي الكميه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون غادي نحتاجو منها نصف لتر زيت الزيتون الطبيعيه، سمعتوني يا البنات؟ غادي تحتاجو منها نصف لتر. غادي نخويوه هنايا بهذه الطريقه، صافي البنات. غادي نزيدو عليه جوج معالق كبار، غادي نحتاجو كما قلت لكم جوج معالق كبار ديال الخزامه. ها هي، لا مانع الا درتي كثر، ماشي مشكل. هذا بهاد الكميه ديال الزيت اللي عطيتكم، هادشي اللي غترفد لكم. جوج معالق ديال الزعتر، ها هو. غادي نديرو كذلك جوج معالق ديال الزير. نتوما عارفين بلي الزعتر كينقي الفروه ديال الشعر وكينقي الشعر براسو، عارفين بلي الزير مزيان للشعر وكذلك الخزامه. كلشي هادشي اللي عطيتكم كله مزيان للزغبه. هانتوما غادي تزيدو ثاني ملعقتين كبار ديال ورق السيدر، ما فيها مانع نزيدو شويه من الورق ديال السيدر مزيان. هانتوما شوفوا غادي تزيدو هاد الثومه، غادي ديروا لها بحال هكا، ما غاديش تحيدوا ليها القشره، ردوا البال لهاد القضيه مزيان، لان سبق لي وهضرت على الثومه كتبقاو تقولوا لي واش بالقشره ولا بلا قشره. انا راه كنديرها بلا قشره، بالقشره ديالها عفوا. صافي غادي ديروا هكا، شوفوا البنات ما تقيسوها لا بموس لا بوالو. هانتوما شوفوا ياك. غادي نجيبوا دابا الزنجبيل، غادي نوريكم شنو غديروا له. هانتوما البنات بلا ما تضيعوا هذه كامله، انا نوريكم شنو غديروا. هانتوما غتشدوه وغتقشروه ياك، ما ديروش القشره ديالو، هاد الوصفه ما ديروش فيها القشره ياك. غادي نقشروه وغادي نقطعوه طريفات صغار، وغادي نضيفوه لهاد المكونات. غادي نديرو مقدار بحال هكا، ماعرفتش انا شحال غيكون هنا، ولكن غتكون واحد المعلقه ونص كبيره او جوج. صافي البنات، هانتوما انا غادي نقطعوه هنايا قدامكم، انا براسي كنصاوبها، بغيت نديرها انا وبنتي. بنتي غير مع الزيوت اللي متبعه ليها انا، والحمد لله الحمد لله حصلت على واحد النتائج زوينه، ولا الشعر ديالها كثير، والحمد لله ما بقيت كنلقى حتى شي زغبه عندها في الشعر ديالها. دابا شنو غندير؟ غادي كما قلت غادي نديرها في حمام ماري وغادي نرجع معكم البنات. بغيت نقول ما بقيت تلقى حتى شي زغبه في المسطح، ماشي حتى شي زغبه في شعرها، معليش خطا من طبعي دوزو. المهم انا درتها دابا في حمام ماري، واحد شويه غادي نوريها لكم منين تما، غادي تخليوها مده ديال 40 حتى 45 دقيقه البنات، وغادي تحيدوها من فوق البوطه، يعني غادي تلقاو انا نعطيكم لاماره باش غادي تعرفوا واش غتحبسوا ليها البوطه ولا لا، لان كتختلف درجات الحراره من يعني من فرنو لفرنو او من بوطه لبوطه. المهم غادي تلقاو الثومه بدات كتخرج من الجوه ديالها، من القشره ديالها، بمعنى انها بدات كتفسخ تما، راه الزيت راه واجده. دونك هي ما خصهاش تحط زيت زيتون، ما تحطوهاش على البوطه مباشره، داكشي علاش درنا ليها حمام ماري باش تبقى محافظه على الفوائد ديالها، وحتى الاعشاب حتى هما يبقاو محافظين على داكشي ديالهم مزيان. فقط كتسخن، ومن بعد ما غادي نحيدوها من فوق البوطه، وغادي يعني تفوت 40 دقيقه، غادي نرجع معكم نوريكم كيفاش تستعملوها البنات. شوفوا ها نتوما، ها هو قرب دابا يكمل 40 دقيقه اللي درت معكم، اللي قلت لكم ها هو كيغلي. شفتوا الماء راه هو لتحت، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. والزيت حتى هي راه ما كتغلي ما والو، شفتوا راه ما غادي تحرق ما حتى شي حاجه. كنتمنى يكون هادشي اللي قلت لكم مفهوم. ها نتوما شوفوا البنات، بعد ما كملت 40 دقيقه، ها نتوما الماء راه نقص، كنا دايرينه حتى النص، راه هو باين لاطراز ديالو شفتوا. وهاد الزيت ما تبخات ما والو، فقط راه هي سخنات مزيان. والثومه كما قلت لكم، ها نتوما شوف، غادي نجبد شي واحد، راه سخونه بزاف البنات. ها نتوما كي بدات كتفسخ من الجلده ديالها،
كما قلت لكم البنات الجلده بدات كتحيد لها، انا ما نقدرش نقيسها لان راه هي سخونه بزاف. دابا شنو غادي نديروا ليها؟ غادي نخليوها هكا، ما غاديش نصفيوها، غادي نخليوها وغادي نديروها في واحد القرعه ديال الزاج بحال هكا اولا اكبر منها لان الكميه كثيره. وغادي نجيبوا واحد البلاستيك غذائي غادي نسدو به، عاد نسدو بالغلاقه ضروري لان الزيوت ما كتبغيش البرد. صافي غادي نديروها في واحد المكان مظلم يعني شي بلاكار اولا شي حاجه بحال هكا، سمعوني مزيان بحال هكا، ما تصفيو ما حتى شي حاجه. غادي تخليوها واحد المده ديال اسبوع حتى الاسبوعين قد ما خليتوها راه مزيانه، يعني الماكسيموم اسبوعين والمينيموم اسبوع. صافي مفهوم؟ عاد باش غادي تجبدوها، ملي غادي تجبدوها غادي تصفيوها وغادي تبداو كتستعملوها. طريقه الاستعمال كيفاش؟ طريقه الاستعمال البنات يعني ماشي غادي تبداو تدهنوا بها، غادي تبداو ديروا بها حمام زيت لشعركم مره في الاسبوع، يعني بديك التحميمه اللي بغيتي يعني تدوشي مره في الاسبوع. غادي تشدي شعرك غادي تفزقيه مزيان بالزيت، لا الفروه ديال الراس ولا الزغبه، حتى الاطراف. وغادي تخلي شعرك واحد المده من 40 حتى 50 دقيقه ما تدوشيش، عاد باش سيري للحمام اولا دخلي تدوشي، راه غادي تحصلي على واحد النتائج زوينه البنات بزاف. انا نهز الكاميرا باش تشوفوني. كما قلت لكم البنات ما تصفيوهاش دابا، حذاري من انكم تصفيوها دابا، راه بحال كبيتو الماء في الرمله، راه قد ما بقى فيها هذا الشيء هذه الفتره اللي هضرت لكم عليها قد ما غادي يكون احسن وافضل، وغادي يعطيكم واحد النتائج زوينه 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 بزاف بزاف. وغادي تهناو من مشاكل كثيره ديال الشعر. وفاش تكونوا كديروا هذا الزيت ما ديروش شي زيت اخرى مثلا اللي بغات تطول شعرها ولا اللي فقط هذه، حتى تشوفي النتيجه ديالها راه غادي تبهرك. انا راه متاكده وعارفه شنو عطيتكم، غير كما قلت لكم ما ديروش الزيت فوق البوطه مباشره وغادي تحرق. زيت الزيتون ما كتبغيش انها تحط فوق البوطه مباشره، ضروري انكم ديروا حمام ماري. راه ممكن انا نقول لكم تقدر البنات تقطع ليا الفيديو، المهم انكم وصلتكم الفكره ما تصفيوش الزيت خليوها بحال هكا بالاعشاب ديالها. اللي عنده شي سؤال تخليه ليا في لي كومونتير مرحبا، واللي بغى تواصل معايا بشكل شخصي تواصل معايا في الانستغرام مرحبا بك، او اللي بغى تشوف تيك توك ديالي غادي نبدا نخليه لكم ان شاء الله باذن الله، تواصل معايا فين ما بغات مرحبا بالاسئله ديالكم. ما تنساوش كما قلت لكم ان هذا الفيديو تبارطاجيوه قد ما قدرتو مع الناس اللي كتعرفوا باش الفائده تام، حتى انا تحفزوني باش نعطيكم اكثر واكثر لانكم كتستاهلوا فعلا كل الحب والتقدير والاحترام. شكرا لكم والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.